مساء الخير واهلا بحضراتكم. نبدا معاكم حلقه جديده السادسه. تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه ومبروك الاهلي على الطريق الصحيح. الاهلي يضرب بقوه، وافتكرت الحقيقه بعد نهايه مباراه امبارح اللي جمعت بين الاهلي وبيراميدز والمكسب الكبير اللي حققه النادي الاهلي بنتيجه 3-0، المقوله اللي قلتها هنا في السادسه في بدايه الموسم انه هدفنا طبعا بطوله الدوري، لكن انا شايف انه الفرصه ما زالت قائمه، وحتى اللحظه باكد مره ثانيه ان الفرصه قدام لعيبه النادي الاهلي وقدام مستر موسيماني السيزون ده ان هم يحققوا رقم قياسي جديد. مين يقدر على الاهلي؟ ده شعار المرحله. وخدوا بالكم، الاهلي اللي ظهر امبارح قدام بيراميدز لعب بنص حموله، لعب في ظروف صعبه جدا. مش بتكلم على الغيابات، بتكلم على الاسبوع حتى تحديدا اللي احنا عايشينه، الاسبوع ده اللي ابتدى بمباراه المريخ في بطوله دوري الابطال ووصولا لمباراه امبارح امام بيراميدز، وبعد كده نروح او الفرقه وصلت الحمد لله بالسلامه، لسه مش هتروح، هي راحت ووصلت بالسلامه لجنوب افريقيا وتحديدا لجوهانسبرج عشان تلعب مع سان داونز يوم السبت اللي جاي في مباراه في غايه الاهميه وفي غايه الصعوبه في نفس الوقت. خدوا بال حضراتكم، الاهلي هو اقوى هجوم، اقوى دفاع، اقوى فريق او احسن فريق حصل على نقاط، تعادل وحيد ويتيم كنت اتمنى الا يحدث بحثا عن العلامه الكامله، لكن قدر الله وما شاء فعل. لكن الاهم ان احنا ما انفرطش في ولا نقطه، ولا اهم ان احنا قادرين ما انفرطش في ولا نقطه. الاهلي لعب اصعب ثلاث ماتشات في الدور الاول، انا بتكلم على ثلاث مواجهات بقت كلاسيكيه، ديربي الاهلي والزمالك، طبعا انتوا عارفين مباراه القمه وظروفها والخلفيات المرتبطه بمواجهه اهلي وزمالك، والكلام هنا مش مرتبط بالمنافسه على اللقب، ومش مرتبط كمان بترتيب الفرق في جدول الدوري، سواء كان مركز ثاني، سواء كان مركز ثالث، سواء كان مركز اخير. تبقى انه ماتشات الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز، الاهلي والاسماعيلي، بصرف النظر عن الترتيب وفرق النقاط، مواجهات دايما صعبه وليها ابعاد بعيده تماما عن المستوى الفني، وبعيده تماما عن جدول الترتيب، وبعيده تماما عن ارقام كل فريق في المسابقه. والثلاث ماتشات دول تحديدا الاهلي ما رحمش، سواء كان الاسماعيلي اللي كسبه الاهلي بالاربعه، او الزمالك اللي كسبه الاهلي بالخمسه، او بيراميدز اللي كسبه الاهلي بالثلاثه. ده ياكد الحقيقه انه المنافسة السنة دي مش هتبقى عنيفة على أبطالنا لو في حالة التركيز والالتزام والمحافظة على المستوى الفني والبدني والإخلاص الحقيقة الكبير جدا اللي بيظهر في أوقات بيحتاجها الفريق، وده ظهر بشكل كبير جدا في مباراة امبارح. وإجادة مستر موسيماني اللي لابد أن احنا نشيد بيه، وبأكد دايما أنه الراجل دايما حاضر في المواجهات الكبرى.